الإيفال اللي جاية أنا بيعني لي ومفروض يعني لكم كمان. رح نكون كل شخص لحاله. هالمرة حعطيكم 3 دقايق. كان حلو الدقيقتين، ضبطتوا حالكم مزبوط وشفتوا قد فيكم تعطوا بالدقيقتين، تعطوا منيح. هالمرة 3 دقايق لأن بدي منكم تحكوا شوي بالأول عن شغلة. انطلقت أنا من موضوع قديش في ناس مرقت بهالدنيا فنانين، عم بحكي بس فنانين من كل شيء. يعني إذا بدنا نروح على شكسبير، لنروح على الموزار، لنوصل لعبد الوهاب، لنوصل لأم كلثوم، يعني كل هالعالم الحلوة الفنانة اللي مرقت بهالدنيا وتركت لنا شيء حلو تنحنا مش بس نكفي، تيكون عنا أمل بهالحياة. يعني شو حلو بس واحد بيقول لك مثلا أنا معبق على قلبي، طلعت بالسيارة دورت مثلا موسيقى وسقت ارتحت، معناتها في حدا قبلك إجا يمكن بمئة سنة حسب شو سمعت، يمكن بخمسين سنة، ترك لك إرث رائع لنفسك لروحك. انت بس تكون مضايق بتسمعه، بس تكون مبسوط بتسمعه. تخيلوا قديش هالناس بشاركونا بكل شيء بحياتنا وما بننتبه، بأفراحنا، بأحزاننا، نحن ومغرومين دغري نبلش نسمع اشياء معينة، بس حدا يتركنا ونرجع نسمع. يعني في ناس مرقوا بهالدنيا هن الباك جراوند تبعنا ونحن مش حاسين، ان كان بالغرب وان كان بالشرق وان كان شو ديانتهم، مش هذا الموضوع. أو إله 100 سنة أو إله 500 سنة أو إله 3 سنين. أوكي؟ شوفوا أنا شو حابة. حابة كل واحد منكم يختار شخصية فيها تكون كاتب، ممثل، ممثلة، مطرب، مطربة، ملحن، شو ما كان، شخصية فنية مهمة مرقت بهالدنيا. يحكي هالشخصية شو تركت له، شو أثرت فيه. برافو. وبرأيه إذا هالشخصية بعد اليوم هي موجودة شو كانت بتحس وشو كان بيعجبها، يمكن غنية أشخاص ماتوا يعني بتغني لها الغنية، منغني هالغنية، منغني له هالغنية. خدي معي سيلفي لأنه مثل شو أسطورة، تعني خد سيلفي معي كمان. تفضل مدام كلاود من هون، من هون اوكي طبعاً. بس بدي لما بده يصير اسطوره فينا ناخذ سيلفي، بده يصير اسطوره سيلفي اكيد. لا مين الاسطوره؟ كلنا مبينه، كلنا اساطير مزلسه. يلا مين الاسطوره؟ بدي كلكم اساطير. لا انت. يلا ثانك يو. بدي بيع بمليون دولار هاي صورتي انا وياك. مليون بس.